حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، مع انقضاء عام هجري مضى وبداية عام هجري جديد، ينبغي علينا أن نتوقف وقفة مع النفس، وقفة للحساب، وقفة تقف أنت فيها مع نفسك، تسأل نفسك: ماذا نويت في العام الماضي أن أحقق في العام الذي مضى؟ يعني في أول العام الذي مضى، لعلك توقفت وقفة مثل الآن، ماذا أردت أن تحقق؟ ثم اسأل نفسك مرة أخرى: ماذا حققت في هذا العام؟ كم من القرآن حفظت؟ كم من الفقه تعلمت؟ كيف حالك مع أقربائك؟ هل أنت واصل لرحمك؟ كيف حالك مع الناس؟ هل أنت حسن الخلق؟ كيف حالك مع الله؟ هل اقتربت إلى الله خطوة أو خطوات؟ كيف تشعر بقلبك الذي في صدرك؟ هل ازداد
الإيمان في قلبك أم نقص؟ هل تستشعر حلاوة الإيمان في قلبك أكثر من العام الذي مضى؟ أم أنك قد عانيت في العام الذي انقضى كثيرا؟ السعادة لا تحتاج الكثير من متاع الدنيا، إنما تحتاج علاقة وطيدة مع الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحزافيرها. بات آمنا في سره، في الليل تجد زوجتك وأولادك آمن، لست مهددا، معافى في بدنك، عندك عافية في بدنك، لا تعاني من المرض والألم، عنده قوت يومك. إذا فتحت ثلاجتك أو إذا نظرت في مطبخك وجدت ما يكفيك في اليوم الذي يأتي. إن كان عندك ذلك فأنت ملكت الدنيا بحذافيرها، مصداقا لقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا ما يخص الدنيا. أما ما يخص الآخرة فلن تشعر بهذه السعادة إلا إذا كانت الآخرة همك، إلا إذا كان انشغالك بالآخرة، انشغالك بالطاعة، انشغالك بحال قلبك مع الله، إلا إذا نظرت إلى يومك كيف يبدأ، إلى يومك كيف يبدأ. هل يبدأ يومك بصلاة الفجر؟ هل يبدأ يومك بالأذكار؟ هل تستشعر الذكر؟ أتعجب لحديث قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف لا يكون المرء سعيدا وهو يعلم هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح فقال: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربع رقبته من النار. فإن قالها أربعا أعتق الله رقبته من النار. تصبح في الصباح تقول هذه الكلمة بقلبك، كلمة التوحيد، تقول يا رب أنا أشهدك وأشهد هؤلاء حملة العرش العظام، وأشهد الملائكة، وأشهد جميع الخلق، إنسهم وجنهم وطيرهم وجمادهم حتى الحجار، أشهده أنك أنت الله لا إله إلا أنت، توحيد خالص، وأن محمدا عبدك ورسولك. إن قلتها أربع مرات في اليوم أو في الليلة أعتق الله رقبتك من النار. أتعجب لمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر أعتق الله رقبته من النار. كيف لا يعطي نفسه خمس دقائق في اليوم ليعتق رقبته في ذلك اليوم من النار؟ يصلي أربع ركعات النافلة قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. ثم أتعجب لمن لا ينشغل بالاستغفار وبالتوبة وبالذكر، وأتعجب لمن يشعر بالملل والقرآن الكريم بين يديه ليل نهار. لا أشك أن أحدا منكم لم ينزل
القرآن على هاتفي أو على جوال. كلنا عندنا القرآن على الجوال، نعم أم لا؟ نعم. كم مرة تمر فيها على القرآن في اليوم؟ كم آية تقرأ؟ كم آية تتدبر؟ كم آية تقف معها تؤثر في قلبك؟ أيكم زادته هذه إيمان؟ كم آية تزيد في إيمانك؟ قد يرد أحد أحبابي ويقول: منذ أيام لم أقرأ القرآن. أقول لك إنك محروم. لماذا؟ لأن الطاعة نعمة، قراءة القرآن نعمة، الصلاة والوقوف بين يدي فضل. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. إياك أن تكون معرض، إياك أن تكون محروم، إياك أن تمر عليك الساعات والأيام والشهور والسنوات وأنت تبتعد عن الله سبحانه وتعالى، فتكون قد ضيعت الدنيا، لأنك لن تشعر بالسعادة والفخر والانبساط إلا إذا كنت طائعا لله. والله ولو حصلت كل أموال الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرور، حصل أموال، حصل سيارات، حصل عقارات، إنما هو غرور. لذلك ينبغي عليك أن تقف الآن وقفة مع نفسك لتحاسب نفسك، ماذا حصلت في العام الذي مضى؟ ثم انظر إلى ذنوبك، كل ما وصل إليك من ضيق أو من تقصير أو من تضييع في وقتك أو من قلة لبركة في حياتك، إنما هو بذنوبك، إنما أنت محروم. أي ذنوب هذه التي جعلتك تحمل المصحف في يديك وفي جيبك ولا تفتح؟ أي ذنوب هذه فعلتها جعلتك يمر عليك الساعات لا تستغفر ولا تذكر ولا تصلي ولا تقوم الليل؟ ينبغي عليك أن تكتشف نقاط الضعف. وكأني أتذكر قول ابن القيم رحمه الله حين قال: وداء النفس هو دواؤها. داء النفس أي مرض النفس هو دواؤها. فداء النفس الهوى، ودواؤها مخالفة الهوى. داء النفس، مرض النفس الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ على علم، اتخذ إلهه هواه، لا يفعل إلا ما يحلو له، إلا ما يأمره به هواه، لا ينظر إلى ما قال الله وما قال رسول الله، إنما يستمع إلى ما قاله هواه. فذلك هو مرض النفس، تأخرك في الطريق إلى الله أن تستمع إلى هواك. والدواء هو مخالفة الهوى. وكأني أتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي، حديث حسن صحيح، عن أبي كبشة الأماري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني محدثكم بحديث فاحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه يقول: إني محدثكم بحديث فاحفظوه، احفظ. النبي يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، كل الناس في الدنيا أربع نفر، أربع أنواع. النوع
الأول رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه رب ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، فذلك بأرفع المنازل. أول نوع من الناس عنده مال وعنده علم، يستخدم هذا العلم في هذا المال فيعرف لله حقه في المال، يتقي بالمال ربه، وكأنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعلت الأموال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأموال التي في الدنيا كلها خلقها الله لهدفين فقط، حتى تقام الصلاة في أمان وتؤدى الزكاة. أي غاية غير ذلك فهي غاية ضائعة من الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله علما ومالا. الرجل يستخدم العلم لينفق المال، لا يجمع المال دون هدف، يعلم لماذا يجمع المال. وكأني أتذكر ما سطره الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه صحيح البخاري حينما تحدث عن أبيه، عن إسماعيل البخاري، فالبخاري هو محمد، قال: وكان أبي يحضر مجالس العلم، وقد صافح عبد الله بن المبارك، وما تاجر أبي في تجارة ولا كسب درهما إلا سأل عنه العلماء. أبوه كان تاجر، ما كان يدخل في تجارة إلا يذهب إلى عبد الله بن المبارك وإلى سفيان الثوري وإلى هذا وهذا ويسأل هل الأمر فيه حلال أم حرام. فالرجل إسماعيل البخاري رحمه الله قام يتعلم العلم ويكسب المال لهذا، فجمع ألف ألف، يعني مليون درهم، وقال لزوجته: أما وأن الله لم يرزقني أن أكون من العلماء، يعني أنا صفحت العلماء وجلست في مجالسهم وتعلمت العلم، لكن ما أعطاني الله فرصة أن أكون عالما، فاجعل هذا المال لولدنا ننفقه عليه في طلب العلم. ثم مات إسماعيل البخاري، وقامت الزوجة الوفية تنفق المال على الإمام البخاري حتى أصبح ذلك العالم الكبير في الحديث. نعم، يكون عندك مال تعلم لماذا تجمع المال، تجمعه لمن يرثه، تجمعه وتسأل عليه يوم القيامة من أين اكتسبته وأين أنفقته، تجمعه وتضيع وقتك. اجمع المال، فخير المنازل أن يكون الرجل عنده علم ومال، لكن العلم الأول، تعلم لماذا تجمع المال، لا يكون المال حائلا في طاعتك لله، لا يقف بينك وبين الله. فالله كفل لك الرزق، خذ بالأسباب، اسعى في الأرض، لكن بالحلال، طاعة الله هي الهدف الأول لك. والصنف الثاني من الأربعة التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل آتاه الله علما ولم يأته مال، فهو صادق النية، يقول: لو أن الله أتاني مالا لفعلت به ما يفعله فلان. يعني الأول قال: لو عندي فلوس أبني المساجد وأنفق على الفقراء وأصل الرحم وأتقي الله في المال وأعرف حق الله في المال، المال فقط للتقرب إلى الله. لذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسأل الصحابة الإنفاق، ذهب عمر رضي الله عنه وأتى بنصف مال، شطر مال، قال: لا يسبقني أبو بكر اليوم. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه وقد جاء بماله كله،
النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر قال ما أبقيت ليالك يا عمر؟ قال أبقيت نصف مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو بكر بأموال كثيرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. همان كن كذلك، هذا المال إنما أنت موكل عليه، هو ليس ماله، إنما هو مال الله. أول ما يفعل بك عند موتك يجردوك من كل شيء، من الأموال، من المتاع، حتى خاتمك وساعتك وملابسك يخلعونها عنك، وتخرج من الدنيا وأنت فاتح يديك، لا تأخذ معك أي شيء. أنت تقول مالي مالي مالي، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عبد مالي مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبنى، وتصدق فأبقى. والرجل الثالث رجل لم يأتي آتاه الله مالا ولم يأته علما، فهو يتخبط فيه، لا يعرف لله، لا يتق الله فيه، لا يتق فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعرف لله فيه حقه، فذلك بأخبث المنازل. رجل عنده كثير من الأموال وما عنده علم، يقطع رحمه من أجل 1000 يورو، ويعصي ربه من أجل 10,000 يورو، ولا يعرف لله في ماله حقا، فلا ينفق ولا يزكي ولا يعرف كيف يخرج الزكاة، يخبط يتخبط، ذلك بأخبث المنازل. ورجل لم يأته الله مالا ولم يأته الله علما، ما عنده فلوس وما عنده علم، يقول لو أن الله أتاني مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي ذلك الثالث، أتاني فلوس حركب سيارة فخمة وأشتري عمارة وأذهب لأرى الناس كيف أنني غني وأن ملابسي قيمة وأنني أجلس في أفخم الأماكن لآكل وأشرب وأتلذذ، مسكين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو بنيته مع صاحبه، فهما في الوزر سواء. لذلك ينبغي عليك أن تعلم أي المنازل أنت، أي رجل من الأربعة أنت. ثم إذا تكلمنا عن السنة الجديدة أي السنة الهجرية، تذكرنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن النبي انتقل من مكان إلى مكان صلى الله عليه وسلم، لكن النقلة لم تكن نقلة مكان فقط، إنما كانت نقلة عمل، نقلة اجتهاد. قام المصطفى صلى الله عليه وسلم من أول يوم يؤسس دولة الإسلام، قام المصطفى صلى الله عليه وسلم من أول يوم يتعايش مع اليهود ومع من عاش في المدينة ويبني دولة الإسلام وينشر أخلاق الإسلام ويوري العالم ما هو الإسلام. وقف الناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحجارة على كتفه الشريف ويبني المسجد. وقف أهل الكتاب يتعجبون كيف خلقه صلى الله عليه وسلم خلق الدين. لذلك لا تكن من هؤلاء الذين يصلون ويزكون وقد ضيعوا الخلق، فإن المرء يبلغ بحسن الخلق كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يبلغه صائم قائم الليل وصائم النهار. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشبيه والأمداد، وتنزه سبحانه عن الصاحبة والأولاد. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى كل من قطف أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ينبغي عليك أن تكون السنة الجديدة عندك نقلة،
تنتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة، تضع فيها أهدافا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأعمال إلى الله أدومها والقلب. يعني إيه؟ يعني اقرأ ولو صفحة واحدة بتدبر في اليوم، صل الليل ولو ركعة واحدة، صل صلاة الضحى ولو ركعتين بعد أن تشرق الشمس، صم في الشهر ولو ثلاثة أيام، حافظ فقط على النوافل التي أخبر عنها النبي، النوافل المؤكدة، السنن المؤكدة. خل عندك نظاما، اجعل لك نظاما في الحياة أحسن من الخلق. اجعل تعاملك مع الناس فقط لله، اتركهم يجهلون عليك ويسبون ويتكلمون في عرضك وأنت تصبر لله، وانظر إلى السعادة التي يضعها الله في قلبك بها. اجعل هدفك إن بلغك الله العام القادم بإذن الله أن تجلس في مثل هذا المكان وأنت سعيد أنك قد حققت شيئا، أنك قد قرأت 360 صفحة من القرآن بتدبر، وقد صليت من الليل أكثر من 400 ركعة بتدبر، وأنك ما تركت شهرا يمر إلا وصلت لله، وأنك قد صبرت على الأذى لله، وأنك قد تعلمت كيف تدير مالك، تعلم كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قف مع نفسك لتتب إلى الله، فوالله قد يكون الحل أن تقف لتتوب وتندم وتستغفر. فالعبد بما فعلت يداه يجازى، يجازى في الدنيا ثم في القبر ثم يوم القيامة. وأول ما يكفر عن العبد ذنوبه التوبة والاستغفار في الدنيا، أن تكثر من التوبة والاستغفار حتى تحس أن الله قد غفر لك، فإن غفر الله لك أحسست بحلاوة في قلبك. اجعل هدفك الأول في الحياة هو رضا الله، رضا الله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضى الله عنك رضيت عنه، إذا رضى الله عنك ما تحدثت إلا بخير، وما نظرت إلا للنعم، ما اشتكيت من سوء أبدا، وإنما أنت تعلم أن ما أصابك من شر إنما هو أيضا لك خير، فإن كل أمر يصيب المؤمن إنما هو له خير، عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا لك، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا لك. ثم قبل أن أترك مكان هذا أذكركم بيوم عاشوراء. فلما أتى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أولى بموسى منهم، إنا أولى بموسى منهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يصوموا يوم العاشر، ثم قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية. ثم قال: خالفوا اليهود وصوموا التاسع، لئن أحياني الله إلى العام القادم لأصومن التاسع والعاشر. فإن كان الله قد من عليك بالصحة والفضل فصوم التاسع وصوم العاشر ففيه كفارة. ثم إن النبي قد قال في فضل هذا الشهر أن ما من أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان شهر المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه فهو من الأشهر الحرم، فلا تظلم فيه نفسك، ابدأ من اليوم بداية جديدة بتوبة واستغفار، بوضع أهداف لك تحققها، واترك الجميع ينظرون
كيف أنك قد طورت نفسك، كيف أنك قد فهمت الهدف من الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقضنا إلى دينك رضا جميلا، اللهم لا داعي في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا سلمته. اللهم ارفع الغلاء والبلاء والقتل والفتن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع الغلاء والبلاء والقتل والفتن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا سلما سلاما، امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احينا لك الطائعين، امتنا على التوحيد المسلمين، والحقنا يا رب بالصالحين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واخر الصلاه.